أن ما شهدته المنطقة العربية كان تحركا من أجل الديمقراطية. أنا أيضا أختلف بأن ما شهدته المنطقة أنه تحرك من أجل الديمقراطية. لم تكن سوريا أقل دولة ديمقراطية في العالم، ولم يكن العراق كذلك. هنالك دول أكثر ضعفا في الديمقراطية ولم تنالها. ما حصل هو مرحلة العصور السوداء، ويجب أن نتذكر أن هذه المرحلة اللي هي الدارك ايجز مرت فيها أوروبا وبلدك بريطانيا التي تقيم فيه. طيب. هذه الدول في بعضها استمر لسبعين سنة، وأنا منذ بداية ما سمي بالربيع العربي قلت أن هذه هي انحطاط عربي السوداء، الانحطاط العربي أحسنت. طيب. والتي سيأتي بعدها، وأنا أزعم أننا ابتداء من العقد القادم يعني 2020 سندخل في مرحلة النهضة العربية، وستعود هذه المنطقة لتأخذ دورها القيادي في الحضارة في البشر. العالم لا أقول أبدا أننا نريد أن ننهي أو لا، أو أن الموضوع الحقوق والديمقراطية هو مش مهم، هو مهم. نعم. ولكني أنا دائما أقول أن الطريق الأبعد هو طيب. دائما الطريق الأقصى. أوكي دكتور طلال، نحن نريد لا يمكن لا يمكنك أن تحقق ديمقراطية في مجتمع جاهل. طيب. يجب أن يصبح المحترم، إن إعطاء الديمقراطية للجاهل إعطاء سلاح يؤذي به. أريد أمتي وشعبي ووطني أن يصبح مجتمعا ودولا معرفية. طيب. وهذا يفرض الديمقراطية حتما.